صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في من ذمته بشيء، بل إن الحفظ يسري إلى الذرية، كما حفظ الله للغلامين كنزهما في قصة خضر مع موسى، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدواريات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وعكس هذا، من ضيع أمر الله أضاعه، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. وكما يحفظ الله تعالى عباده عبده من شر طوارق الليل والنهار ومن الدواب والهوام والإنس والجان، فإن الله تعالى يحفظه أيضا ويعصمه في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظه عليه دينه فيتوفاه على الإيمان. وقد قال عز من قائل عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وذلك أنه حفظ أمر الله في الغيب، وقال: معاذ الله، في مواطن لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، في موطن لم يكن يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لما أغلقت المرأة الباب وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، ماذا كان جواب يوسف وهو لا يراه أحد إلا أنه قال: معاذ الله. بسبب هذا حفظه الله تبارك وتعالى، وقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد يحفظ الله العبد بأنواع من الحفظ قد لا يشعر بها وقد يكون لها كارها، أما من ضيع فإنه لا يحفظ. وقد قال الإمام الحسن البصري، وقد ذكر أهل المعاصي، يقول الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.